الصور والرسم والمزيكا كلها حاجات بتوصف أحاسيسك ومشاعرك وبتخلد بيها ذكرياتك. تخيل تبقى قاعد في أوضتك وبتسمع مزيكا معينة فتفكرك بأول مرة سمعتها بيها وانت بتتمشى على البحر مع والدك ومامتك بتحضر لكم الفطار، فتبتدي تحس بكل المشاعر والأحاسيس اللي حسيتها في اللحظة دي. ويا سلام كمان لو مع المزيكا اللي انت بتسمعها كان معاك صورة للحظة تشوفها بعينك، ويا سلام كمان لو كان معاك فيديو ضحكتك على نكتة والدك قالها ولا مامتك وهي بتقولك يلا عشان تفطر. بقينا في نعمة، ونعمة كبيرة جدا ان بقى عندنا الوسيلة اللي نفتكر بيها كل التفاصيل دي، مش بس من ذكرياتنا، لا ده احنا نقدر نشوفها ونسمعها كمان ونوريها لناس ما كانوش معانا في اللحظة من اساسه. فبيصعب عليا لما نفكر ان قبل مرحلة معينة اللي هي 1826 بالتحديد الناس ما كانش عندها الوسيلة اللي هتخلد بيها كل الذكريات دي ولا بالابيض واسود حتى. وتمر السنين وبقى في صور ابيض واسود والوان كمان، وده لاننا ما اكتفيناش بفكره تخليد الذكرى وبس، وانما كنا عايزين نضيف لها نقطه حياه عن طريق الالوان. ولان طموحنا ما وقفش لحد هنا، قررنا نكبر نقطه الحياه دي بحيث مش بس نشوف الصوره ملونه، لا ده نشوفها قدامنا زي ما انا قدامكم وسامعين صوتي وعينيكم تبع حركتي. فلما احب استعيد ذكرى مش مضطر اسافر لها بآلة الزمن، لا انا ممكن اجيبها لحد عندي هنا عن طريق الهولوجرام، وده اللي انا سارة علاء جاي اكلمكم عنه النهارده عشان تعرفوا هو ايه وهنستفاد منه ازاي. القصه بدات عام 1886 مع العالم الفرنسي جابرييل ليبني، اول واحد اخترع صوره ملونه اللي كان اساسها اللايت ويف انترفيرنس. وجه دينيس جيبر في عام 1948 صاحب نظرية الويف ريكونستراكشن اللي هي أساس الهولوجرام كله، بس كان عنده مشكلتين أساسيتين، الأولى هولو أو هول والتانية جرام يعني مكتوب أو متسجل، يعني قدرتنا على رؤية الصورة كاملة من كل الزوايا، وده بالظبط اللي الهولوجرام بيعمله بيجسد لنا الصورة قدامنا بحيث تبقى بطريقة ثلاثية الأبعاد بحيث نقدر نشوفها من كل ناحية. دلوقتي هاخدكم معايا خطوة خطوة مرورا بالمدرسة لحد الجامعة والشغل كمان، وازاي الهولوجرام كان له دور كبير في كل جزء من الاجزاء دي. فتره المدرسه كانت من احلى الفترات بالنسبه لي، كنت بحب اروحها عشان اشوف صحابي وعشان كان في عيد ميلادات كمان، بالمناسبه انا اللي في النص بتنفخ الشمعه دي. المدرسه ما كنتش بحب اروح المدرسه بس عشان صحابي والعيد ميلادات، وانما كنت عاشقه للدراسه وشاطره جدا، بس كنت باجي لحد التاريخ وهنك كميه حفظ ومعلومات لا حصر لها. وحقيقي وجود اختراع زي الهولوجرام ممكن يجسد لنا التاريخ من صور ومشاهد تاريخية حية قدام عيون الطلبة كلهم، فيعيشوا الحدث التاريخي ويبقوا ملمين بكل تفاصيل الحروب زي حرب طروادة مثلا، يبقوش حافظين كلمتين ثلاثة ينسوهم بعد الامتحان. مثال حي عن الاستخدام ده في أحد متاحف العالم في دراسة عملها أليكس دينجلي ونيكولاس ميرسو. المتحف ده بيعرض حياة الناس في العصر الحجري الحديث اللي بيرجع عمره الى 10,000 سنه ما قبل الميلاد. في المتحف ده انت مش بس بتتفرج على الناس كانوا الوضع هناك كان عامل ازاي، وانما بتشوف بشر افتراضيين بصوره ثلاثيه الابعاد بيقوموا بعملهم كانهم في العصر ده بالظبط، والعرض ده مش بيتعاد ولا متسجل، لا ده البشر الافتراضيين دول مزودين بالصفات الاساسيه بتاعه الانسان عن طريق الذكاء الاصطناعي. ايه هما الصفات دول؟ الملل والجوع والعطش، وده عشان المتفرج يحس بمصداقيه العرض. مش بس كده، ده يقدر يتفاعل مع اي بشر افتراضي من اختياره عن طريق تطبيق على الموبايل، يقدر يبعت له ويقول له انت بتعمل ايه، يرد ويقول له انا بقطع الخشب عشان اولع نار. وضع اليه زي دي في التعليم هتخلي فيه تفاعل اكتر وحماس اكتر، خصوصا للاطفال اللي عندهم مرض اسمه attention deficit hypersensitivity disorder او ADHD. في المرض ده الطفل بيكون قدرته على الانتباه قليله وحركته بتكون كتيره جدا، وعشان كده بيكون عنده صعوبة في التعليم بسبب قلة تركيزه. ودراسة عملها دون ليفي وديدو ميتشل وجدوا إن الأطفال اللي متعارف إن عندهم المرض ده كانوا أكثر استجابة وتفاعل بوجود المجسمات الثلاثية الأبعاد دي، بوجود المجسمات ثلاثية الأبعاد في النظام التعليمي بتاعهم. والحقيقة الهولوجرام ما كانش مقتصر على عرض حاجات من تاريخه بس، وبل من الحاضر كمان. وفي عام 2008
جيسيكا يالينج ظهرت في وولف بليتزر ستوديو في نيويورك، وهي كانت في شيكاغو اصلا. ده ملوش غير معنى واحد، وان مش هي اللي ظهرت في الاستوديو وانما الهولوجرام بتاعها. حاجه زي كده ممكن تتطبق بالفعل في الناحيه التعليميه والمحاضرات مش البرامج وبس. حاجه زي كده فعلا حصلت في امبيريال كوليدج بزنس سكول في لندن، وحضر محاضرين وسطت الهولوجرامز بتاعهم. المحاضرين دول كانوا في التوقيت ده موجود في لوس انجلوس ونيويورك، والطلبه اتفاعلوا معاهم كمان. كبرت، خلصت مدرسه، دخلت الكليه اللي بحلم بيها واللي هي كليه الطب. وعلى قد ما كنت بحب علم التشريح الا انه كان صعب عليا افتكر كل التفاصيل. استخدام الكتب والصور دايما بيخلي فيه حاجز في الفهم. احيانا كتير كنت ببقى عايزه اقوم اشوف ايه تحت الكبد بنفسي، انا مش فاهمه، والوصف ما كانش كفايه. وجود مجسم هولوجرامي لجسم الانسان تقدر تذاكر من عليه بيقلل المجهود اللي انت بتحتاجه عشان تترجم الصور والكلام للواقع. مش بس كده، ده بيقلل من استخدام الجثث والفورمالين، وتقدر تشوف العضو حي قدام عينيك زي ما بتشوفه في جراحه، وتشوف لونه وشكله بيتغيروا ازاي لما يصاب بمرض معين بدل صعوبه استيعاب الوصف المرضي من كتبه. زي اي طالب متحمس كنت بحب اروح اقعد في الاستقبال وادخل اوضه العمليات. وانا كنت لسه مخلصه سنه اولى ومش فاهمه حاجه، بس كنت بحب اراقب في صمت. من خلال مراقبتي لكذا عمليه جراحيه اكتشفت شويه حاجات. ان الطريقه الطبيعيه عشان الواحد يعمل عمليه جراحيه كاستئصال ورم مثلا، انك تاخد كذا صوره مقطعيه لمكان الورم. ورغم كل الصور المقطعيه دي، في حاجات كانت بتفضل مبهمه في مخ الجراح، وهنا الهولوجرام ممكن يساعدنا. زي ما انتم شايفين المجسم اهو كده، ده في بلديه اسمها تشونكينج في الصين، مستشفى اسمها زينكياو. الدكتور قام باجراء جراحه على سرطان الكبد بواسطه الهولوجرام. ازاي عملنا الهولوجرام ده؟ دخلنا الصور المقطعيه في جهاز، والجهاز ده حوله لنا للصوره الثلاثيه الابعاد دي. الصوره دي تقدر تحركها زي ما انت عايز. بمساعدته انت مش بس عرفت حجم الورم ومكانه، لا انت بقيت عارف هتوصل له ازاي، وبقيت شايفه من كل ناحيه، وبالتالي تقدر تبني خطه تدخل جراحي اكثر دقه، وتدي نتائج علاجيه افضل للمريض. والنتائج العلاجيه دي مش سببها بس الخطه الاحسن، وانما كمان ان في بعض الاوقات ممكن تجرب العمليه قبل ما تدخل على مجسمات ثلاثيه الابعاد بواسطه ادوات افتراضيه. الاورام واستئصالها ما كانتش الحاجه الوحيده اللي الهولوجرام ساعدنا فيها، وانما امراض القلب كمان. بمساعدته انت ممكن تشوف القلب قدامك بينبض، والصمامات وهي بتقفل وبتفتح، واي مشكله فيهم تكون واضحه وضوح الشمس. اكيد كل وقتي ما كانش في اوضه العمليات، انما كنت بحب اروح اقعد في الاستقبال شويه، وهناك كانت بتيجي حالات كتير جدا محتاجه تدخل سريع من الدكاتره، ورغم تدخلهم ما كانوش دايما بيلحقوا ينقذوهم. حاجه مؤسفه جدا، بس الحقيقه معظم الحالات دي كانت ممكن تتلحق لو تم اسعافها بشكل صحيح وقت ما المريض كان محتاج. يعني وجود ناس ملمين بالاسعافات الاوليه شيء ضروري جدا، وهنا الهولوجرام قدر يساعدنا. بس المره دي ما كانش لوحده، كان معاه تقنيه تانية وهي الاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز. التقنيتين دول اتدمجوا مع بعض وعملوا حاجه اسمها هولو بي ال اس دي. بي ال اس هنا بترمز لبيزك لايف سبورت او دعم الحياه الاساسي، اللي هو يعتبر احد مستويات الرعايه الطبيه اللي بيتم من خلالها اسعاف ضحايا الامراض والاصابات الخطيره في حين نقلهم للمستشفى تقديم الرعايه الطبيه الكامله ليهم. في الهولو بي ال اس دي المتدرب بيدخل اوضه معينه ويلبس نظاره مخصصه، بيشوف اف بني ادم افتراضي على الارض لازم ينقذه، ويتبع ارشادات صوتيه عشان يقوم بخطوات محدده لانقاذ المريض ده. بعد فتره التدريب بيدخل اختبار عشان يحصل على الشهاده، والبرنامج ده قادر انه يحدد اذا كانت الحركات معموله بشكل دقيق او صحيح ولا لا، وعلى اساسها بياخد الدرجه. الاسعافات الاوليه واهميتها ما كانتش الحاجه الوحيده اللي شغله تفكيري في الوقت ده، انما حالات الطوارئ والكوارث كمان. وهنا الهولو لينس 1 اللي طورتها شركه مايكروسوفت من خلال الهولو ديزاستر قدرت تساعدنا. هولو لينس 1 زي ما انتم شايفين نظاره مزوده بويندوز 10، بعد ما بتتلبس تعمل مسح للبيئه اللي حواليك، وبعد كده بتزود عليها مجسمات ثلاثيه الابعاد من غير ما تغطي عليها، بمعنى انك بتفضل شايف البيئه زي ما هي بس زايد المجسمات دي، اللي هنا بيكون دورها انها تعمل محاكاه لحالات الطوارئ. يستطيع من خلالها المتدرب انه يعيش سيناريوهات مختلفه لحالات الطوارئ والكوارث، وبالتالي يقدر يتدرب على التفاعل معاها بشكل احسن. ومش الناس المتخصصه في الانقاذ بس هم المستفيدين، وانما كمان شخص عادي زيي وزيكم ممكن يستفادوا من التقنيه دي. ازاي؟ انها ممكن تبعت لك مجسم هولوجرامي يقول لك الخطوات اللي تتبعها عشان تنقذ نفسك وتطلع نفسك من موقف
بأقل الخسائر على الأقل لحد ما فرقة الإنقاذ دي. مايكروسوفت ما وقفتش لحد هنا وطورت التقنية الأولى وعملت منها إصدار تاني وهو الهولو لانس 2. ليه؟ عشان يكون أفضل من كذا نقطة. إيه هما؟ أولاً إن وزنه بقى أقل وبالتالي بقى مريح في الاستخدام فترات طويلة جداً خصوصاً في الشغل. ثانياً مجال الرؤية بقى أوسع، ده معناه إن أنت ممكن تشوف المجسمات في كل حتة، يعني تبص يمين أو تبص شمال والمجسم ما يختفيش من وشك فجأة. ثالثاً وده الأهم بقى instinctive، instinctive هنا ليها تلات عناصر: حركة الإيد، حركة الصوت، والعين. حركة الإيد يعني إيه؟ يعني يبقى قدامك المجسم أو التطبيق تقدر تحركه براحتك، تكبره، تصغره، تجيبه يمين، تجيبه شمال، زي ما أنت عايز. بالنسبة للصوت فأنت ممكن تنادي على المجسم اللي قدامك وتقول له يجي وراك بدل ما تروح تجيبه بنفسك، بالعكس ده هتلاقيه ماشي معاك في كل حتة لو أنت حابب. وبالنسبة لحركة العين فالتقنية دي تقدر ترصد حركة عينك، يعني لو أنت حابب ممكن تخلي المجسم اللي قدامك أو التطبيق يمشي تبع حركة عينك. تطورات كانت جميلة جدا فعلا. في الفترة اللي فاتت الهولوجرام أثبت لنا إنه يقدر يطلعنا من مواقف كتير ويلعب دور السوبر هيرو خصوصا في مجالات التعليم والطب وحالات الطوارئ والإسعافات الأولية. بس مش دايما استخدامات مقتصرة على الحاجات دي، ممكن كمان في حاجة أبسط من كده زي إنك تكون تايه في بلد معينة ومش عارف تروح وجهتك. حقيقي استخدام الجي بي اس والإرشادات الصوتية مش بينفع معانا كلنا، أنا واحدة منهم أحيانا بتوه برضو باستخدامهم. ولو قلتلك إن كل ده ممكن يتحل بأداة اسمها نيفيون، نيفيون دي أداة تتحط على تابلو العربية يطلع منها العلامات اللي انتوا شايفينها عندكم دي. العلامات دي بتتشاف من غير أي نظارة، فبالتالي تقدر تبص على الطريق وتتبع العلامات بأريحية كبيرة من غير ما تتبع الإرشادات الصوتية ومن غير ما تشيل عينك من على الطريق وتلاقي نفسك واخد شجرة في حضنك. تقنيات كتير اشتغل عليها العلماء عشان يطوروا الهولوجرام ويخلوه أكثر محاكاة للواقع، فيوديك أماكن عمرك ما روحتها وتشوف ناس من زمان تاني وانت في مكانك ما تحركتش أصلا. ده مش بس كده، ده الهولوجرام بيحاولوا يخلوه أسهل في الاستخدام عن طريق تطبيقات على الموبايل، ومين عالم في يوم من الأيام اللبس والمكياج ممكن يبقوا هولوجرام. بس في الحقيقة القدر الكبير من الهولوجرام على قد ما هو مبهر على قد ما هو مخيف. تخيل معايا تبقى في حرب وبتجري في اتجاه عدوك عشان تقتله، وفجأة تلاقيه اختفى من قدامك وقتلك من الجهة المعاكسة. ده عشان اللي انت كنت بتجري ناحيته ما كانش هو بحقه حقيقي وإنما الهولوجرام بتاعه. أو تخيل معايا تبقى محقق في جريمة قتل المتهم فيها متواجد في مكانين في نفس الوقت، الأولاني موجود بصورته الحق وحقيقي والتانية بصورته الهولوجرامية اللي بتحاكي الواقع بشكل كبير ما تقدرش تفرقه عن الحقيقة. شيء مخيف فعلا. خليني أقول لك إن الهولوجرام زي نواتج العلم المختلفة اللي بتثبت إن العلم سلاح ذو حدين، الضمير البشري هو اللي بيحدد أنه حد الأصلح للاستعمال. فيبقى جنبك صاحبك ومش متأكد إذا كان هو بجد ولا مجرد حزمة من الضوء. Beam of light. خلينا نختم ونقول Is that you or just a beam of light؟